وهكذا. طيب إذا وجدت المرأة هذا السحر في البيت ماذا نعم. تفعل فيه؟ إزاي طريقة فك سحره الصحيحة؟ أول شيء تجيب إناء به ماء وتبدأ تنفس به فيه برقى شرعية، تبدأ أنها تقرأ الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين في هذا الماء، وفي كل نفس تبدأ تضع إيه؟ النفس فيه. بعد ما خلصت الكلام ده يعني المية تقرأ عليها، تقرأ عليها آيات الرقى الشرعية، الرقى الشرعية آيات السحر. طب هي بتقرأ ماسكة ماسكة الطبق وتبدأ أن هي تنفس فيه. في بعض العلماء قالوا من الممكن أن يضع الصباع ولكن هو الأفضل النفس. النفس يعني أفضل في النفس. خلاص بعد ما تقرأ الرقى الشرعية على هذا الماء تبدأ تأتي بالورقة بالحجاب، طبعا لها أشكال تانية كتير جدا، ممكن يكون فيها شكل مربع كذا أو كذا. ممكن يكون كمان مغلفة أو ممكن يكون محطوط عليها خيط أو ممكن يكون فيها أي حاجة. طيب بعد ما تجد هذا السحر تبدأ أن هي تلتدي قفازات في إيديها، وده شرط لازم ومهم جدا حتى لا يتحول هذا السحر من الورقة إلى اليد، فيبدأ يدخل عن طريق الطعام فيبدأ يتحول إلى سحر مأكول ومشروب. لا إله تاني أكرر، يبقى لازم خطأ شائع جدا، لابد من ارتداء القفازات. جوانتي، نلبس جوانتي من عند من صيدليه نجيبه ونبدا ان احنا نفك بالسحر عشان خاطر ما يتحولش السحر الى ماكول او مشروب. طيب بعد ما لبسنا الجوانتي معانا، بعد ما قرانا على الرقى الشرعيه على الماء، نبدا بفك الايه، بفك هذا السحر فوقيها. وانا وانا بفك احاول ان انا اقول ان ممكن يكون الساحر حاطط هنا بعض المواد، ممكن يكون حاطط بعض وحط تراب، ممكن حاطط بعض قشر من الثوم او البصل او اي شيء او شعر او اي حاجه. فبد واحنا بنفتح الحجاب يعني نخلي بالنا واحنا بنفتحه علشان خاطر ما ايه، ها ما فيش حاجه تسقط على الايه، على الارض. طب لو في مثلا عندنا خيط ملفوف يبقى نفك الاول الخيط، ولا بد من المراه وهي بتفك السحر ده لابد ان هي تقرا ايه الكرسي تحصينا. نعم تحصينا تمام. خلاص تبدا ان هي تفك الحاجات دي، تبدا تحطها في الماء، كل شيء متعلق هنا او كل شيء موجود هنا لابد ان يوضع في الماء الايه، الماء المرقي حتى يبطل. بعد كده نبدا ان هي تفك السحر بالراحه خالص كده واحده واحده، تبدا ان هي لو في حاجه جواه تبدا ان هي تنزلها في الميه، تحطه في الميه بالظبط كده. بعد كده تبدا ان هي تفك السحر. بعد ما يعني انا اعتقد ان ده السحر ده مثلا خلاص. هتلاقي هنا مثلا ايه، جداول او ارقام او حروف مقطعه او قران، ممكن في ساحر يكتب القران بمداد غير طاهر. تمام، علشان خاطر يبدا ان هو يستجلب به الجن. فممكن الورقه تعطي ده بس ده قران، لا ده مش قران، طالما ان هو يعني وضع بهذه الطريقه اذا هو سحر من الاسحار. طيب تبدا ان هي تحط السحر بالطريقه ديت، تبدا ان هي تسقط الورقه في الماء وتبدا ان هي تزيل ماده السحر المكتوبه، يعني الكتابه المكتوبه تزيلها. ممكن تزيلها بايديها يعني كده كده لابسه جوانتي خلاص كده، تبدا تزيلها بايديها. بعد كده يطرق هذا السحر لمده 10 دقائق حتى نزيل كل الكتابه المتعلقه فيه، وبعد كده نبدا ان احنا ايه نطلعه تاني خلاص. بعد كده يبدا ان هو نحطه على جنب ينشف، بعد كده يبدا ان هو يحرق تمام. والميه نعمل فيها ايه؟ والميه برده ممكن تدلق في اي مكان، لكن يعني مش في الطرقات، يعني ممكن اي حته على جنب كده عشان خاطر لا يتاذى منها. طيب سريعا كده اخر حاجه.